السلام عليكم خوتي، بدي نوصل واحد الرسالة للناس اللي راهي تقول شد دارك شد دارك. صح نشدو دارنا وكل شيء هكذايا، مما لازم كيفاش يقولوا نقدروا اوضاع الناس تانية، ماشي اللي نشوفوه برا نسبوه. كاين الناس اللي عندهم برك شومبرا واحدة ولا زوج شومبرات في عشرة في الدار. انا نعرف ناس عندهم اف دو، واف دو هذيك فيها 3 مترات على 2 مترات ونص ولا 2 مترات ولا شحال. هذاك مسكين تلقى اللي نعرفهم انا عايشين في 7 في 8 في 10 في دار واحده، وعنده تلقى عنده 5 دراري وربع بنات. يا حليلو هذاك مسكين اللي لقيتو في برا، مسكين يريح نهار في الدار يومين في الدار، مي باش يقعد 15 يوم ولا شهر هكذاك في 5 في 10 في شومبرا ما يقدروش. يا حليل تاني نقدروا ظروف الناس، ماشي نسبوه ولا نقولوا علاش راك دور برا علاش راك دير هكذا. يا حليل تاني ونرجع لهادي تاع قعد في الدار وهكذا. انا واش شفت رانا نديرو كلش. واش دارت فرنسا؟ فرنسا حبست لمسيد، حبسنا لمسيد. فرنسا دارت حضرة تجوال، درنا حضرة تجوال. فرنسا قالت ريح في الدار ونخلصك، حنا قالك ريح في الدار وما نخلصكش. نحكو على اللي يخدموا بلا جورني كيما انايا هكذا نخدم عند روحي. انا كي نريح في الدار منين ناكل؟ منين نشرب؟ منين ناكل ولادي؟ كاين ناس واحد اخرين كيما انايا، انا ملي بدات الثوره هذه مانيش خدام. باش تقول لي قعد في الدار شهر ولا شهرين ولا وما تعوض ليش؟ ما تعطينيش باش ناكل وما نخرجش نخدم؟ نحسن الظروف تاع الناس تاني. صح المرض واعر ويدي وكلش، مي ماشي اللي نلقاوه برا نسبوه. هذا هو الميساج اللي حبيت نوصله للناس برك، باسكو شفت شويه فيديوهات هكذا يصوروا يقول حكم دارك يا الحمار، سمحوا لي على الكلمه هذه، حكم دارك يا هكذا، حكم دارك يا هكذا. كاين ناس يا حليله تاني لازم تخدم باش توكل ولادها، وكاين ناس عندها الدير. هذاك اللي قال نحكم دارك او عنده بيسينا في الدار، عنده سال دو سبور، عنده لوسه، عنده شنابر، عنده طيراز، قال لي راه في شومبره واحده تاني. الناس لازم نقدروا الظروف الناس. ورحله البحث على بابيو مازال متواصله، ما لقيتوش، حوست عليه كامل وين يقعد وين يريح ما لقيتوش. ان شاء الله يكون بخير. هذا واش نطلبوا ربي. انا ما عنديش تليفون باش نعيط لصحابي ولا هكذا، يا مي ان شاء الله يكون بخير هو وربي يكون معاه. دوك بابيون تشوفوا في برا تقول له حكم دارك، ماشي غير بابيون، كاين مليون بابيون في الجزائر. تقول له حكم دارك، وين يحكم داره؟ وين يبات في الشارع؟ والمرض هذا يا يدي، والبرد والشتاء اليوم. يبقى الناس نحترموا شويه الاخرين اللي تلقى في برا، ماشي نخمو غير راك في الدفان تايا وراك بلاي ستيشن وراك بالبلازما وراك بالانترنت. كاين الناس يا حليله، كاين ناس طيب في الكوزينه وتقول يحكم دارك انت، وين يحكم داره؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.